كمان طلب كابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري تدعيم 3 مراكز بالفريق خلال الميركاتو الشتوي المرتقب، وده اكيد لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لاستكمال مسابقه الدوري. وبياتي مركز المهاجم الصريح على راس المراكز اللي طلبها كابتن علي ماهر ان هو يدعم بيها صفوف الفريق، خاصه كمان مع خروج مروان حمدي من حسابات النادي. وكمان طلب المدير كمان طلب مدرب المصري دعم مركز قلب الدفاع ولاعب وسط. كمان بيترقب مسؤولون النادي المصري العروض الشتويه لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وده اكيد بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقياده كابتن علي ماهر.